مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بقناتي أكلي أونلاين. اليوم الفيديو عن أكلة مشهورة كتير ناس بتحبها وكتير ناس بتعملها. أنا من عشاق المكسيكانو، في له عدة طرق موجودة كلياتها كتير طيبة، بس اليوم اخترت لكم طريقة طيبة وسريعة وسهلة وبنفس الوقت جديدة. حطيت أول شي كيلو ونص فروج، صدر فروج قطعته مكعبات، بدي أنقعه ممكن أقل شيء 4 ساعات لليلة الكاملة. معلش، حطيت معلقة لبن كبيرة اللي هو اليوغرت، حطيت معلقتين خل، تفاح، معلقة عصير ليمون، 3/4 معلقة صغيرة زنجبيل، معلقة كبيرة كاري، معلقتين زيت زيتون كبار وملح وشوية بهار. قلبتهم مع بعض وبدي أعيفهم ينتقعوا. هاي الطريقة بتعطي طعم كتير طيبة للفروج وبتطري كتير. هلا بدي اقلي الخضروات، قطعت البصل شرايح ممكن 3 بصلات كبار، فلفل الخضراء والحمراء كمان 4 حبات كبار مع 4 حبات كبار، الفطر حطيت 1/2 كيلو فطر فريش قطعته شرايح، وفي عفت كم حبة كبيرة انا بحبهم يكونوا حبات بحالهم، حطيت لهم ملح، معلقتين كاري صغار حطيت وقلبتهم ليدبلوا مع بعض، بس بدي انتبه احافظ شوي على لونهم. صاروا جاهزين، طفيت عليهم وطفت الدرة. طبعا المكونات اختيارية، بإمكانكم ما تحطوا ذرة. هلأ بنفس المقلاية بدي أقلي فيها الفروج، ببداية قليت الخضار بعدين الفروج، ما بيصير بالعكس. حطيت الفروج، حطيت كمية قليلة على قد المقلاية، ما بدي أكتر لأني الفروج ممكن يفقي مي، فأنا بدي إياه يلتدع يتشوح بعدين يستوي. حطيت اللون ملح وقلبته، كمان ضفت شوية فلفلة حمراء وكاري. طبعا هدول الفلفلة حمراء اختيارية والكاري على حسب الرغبة، انا حطيت معلقة صغيرة. شلت الفروج بنفس المقلاية، كمان زدت شوية مي مع معلقة كاتشب، معلقة طحين وقلبته. هذا الصوص بده يكون للمكسيكانو. رجعت كل الخضار على المقلاية وقلبتهم مع بعض مع الصوص. هلا خلصت طبختنا، بامكاننا نكتفي فيها ونصبها بصحن ونقدمها مع رز. اما انا اخذت من الطبخه حطيتها بصحون قابله ان تدخل للفرن، حطيت عليها جبنه اشقوان او موتزاريلا او اي جبنه ممكن تستعملوها للبيتزا وحطيتها بالفرن. هاي الطريقه عطتها طعمه بتجنن، كتير طيبه هاي الطريقه وكتير حبيتها، طريقه جديده، يا ريت تجربوها وتعطوني رايكم. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله الفيديوهات الجاية حتكون مثل ما عودتكم بكل شي جديد. لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك بقناتي وتزوروا صفحتي على الفيسبوك ليليان كيك ليصلكم كل جديد. باي باي.